مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة، مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. كل توفيق لنادي الأهلي بكرة إن شاء الله في مباراته أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا. إن شاء الله الأهلي يفوز ويتوج باللقب الـ11. النهاردة هنشوف مع بعض مهارات جديدة وهنعمل مع بعض وصفات حضراتكم طلبتوها مني من خلال الصفحة الشخصية، وأنا حبيت أحققها في أول أسبوع بما أن موسم المشمش ظهر، وعارفة أن حضراتكم أكيد كتير مننا بيحب يخزن علشان رمضان القادم إن شاء الله، يعني ربنا يبلغنا رمضان اللي جاي بإذن الله. هنعمل من النهاردة العصير المركز، وهنعمل المربى، وهنعمل لفائف قمر الدين، هنعمل الكومبوت عشان عارفه ان في ناس كتير قوي بتحب تشتغل بيه في الفاكهه في الصيف، وهو من الحاجات المحببه قوي، فهننوع برضو في انواع الفاكهه بس شويه شويه انا مع حضراتكم باذن الله. هنقول اول وصفه معانا هي قمر الدين المركز. تعالوا نقول بسم الله ونبدا المقادير. لو هعمل على نص كيلو من المشمش، عندي 200 ملي من الميه يعني كوبايه ميه، عندي عصير ليمونه، عندي 200 جرام من السكر يعني برضو حوالي تقريبا كوبايه، معلقتين كبار من العسل الجلوكوز، هحط للمادة الحافظة ذرة يعني نص جرام من ملح الليمون، حاجة كده طرف المعلقة لا تذكر. أنا عارفة أن أنا حط عصير ليمون، لكن بالذات الحاجات اللي بتقعد فترات طويلة عندنا في التلاجة أو نحتفظ بيها فترة في غضون السنة يعني لازم تبقى فيها رشة ملح الليمون، دي طبعا أفضل بكتير من أن احنا يبقى فيه مواد أخرى بتتحط في الحاجات التانية كمواد حافظة في الشركات، أفضل بكتير أن احنا نستخدم الحاجة الطبيعية. خلينا نقول بسم الله وهنبدأ أول وصفة مع بعض. أولا هو في أول خطوة خطوته بسيطة وجميلة جدا، طبعا احنا هننقي المشمش اللي يكون مشمش يعني كويس، المربى بس هي اللي ممكن شويه لو لقيتوا المشمش عند حضراتكم في طراوه شويه هي اللي هتبقى الوصفه دي جميله. المشمش هنا برضو في وصفه العصير المركز مش شرط يكون يعني جامد قوي، ممكن يبقى فيه منه حاجه على حاجه، في الاخر انا ههرسه برضو، لكن عايزاه يبقى برضو كويس. طبعا بغسل المشمش كويس قوي، خليني برضو انبه على حضراتكم عشان في اطفال تعبت من المشمش من خلال ايام وتعبوا جدا بجد، لازم نغسل المشمش كويس جدا. احنا ما بقيناش الفتره دي يعني ايه زي زمان الدنيا كانت بخيرها شويه، دلوقتي بقى اصبح الناس اللي عايزه للاسف في مكاسب من ورا الموضوع بقت ايه في سرعه كده فبيحطوا حاجات تسرف، فالمبيدات دي خطيره جدا، فاحنا لازم نغسله كويس. اول المشمش مقفول بنقيه كويس، لازم الاول يتغسل، انا بحط شويه ملح وبعدين بغسله كويس واحده واحده باليد، وبعدين اصفي الميه، وبعدين ابدا احط معلقه خل واحده واملى ميه تاني واعقمها كويس جدا. مهم جدا 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 الفاكهه في الفتره دي، خلوا بالكم جدا جدا. طيب انا جبت المشمش هوزن النص كيلو من بعد ما شلت النوى، يعني مش قبل يعني مش وهو كامل، لا وهو بعد ما اتفصص. هاخد كده الميه كوبايه الميه، طبعا هو مفيد، خلينا نتكلم ان المشمش ده مليان مضادات اكسده وفيه غني جدا بفيتامين الف وه ودول مهمين، وفيتامين ج برضو، يعني دول الناس اللي يعني بشرتها بتحب قوي ان بشرتها تبقى كده ورديه هيتبسطوا قوي بالوصفه دي. طيب عايزه اقول لكم هو يعني من الحاجات اللي بتحارب علامات الشيخوخه والتجاعيد بجد، مش حلو جدا جدا ومفيد جدا، واحلى حاجه ان احنا ناكل نشرب قمر الدين فريش او نعمل اللفائف وهي من مشمش حقيقي. واوعد حضراتكم ان شاء الله حلقه تانية نعمل مع بعض المشمشيه المجففه، هقول لكم طريقه ليها في البيت بس هتبقى على الشمس. ماشي يا نودي انت بتعكسيني حبيبتي. هنعملها لكم بطريقه لطيفه على الشمس، وعايزه اقول ان الناس اللي عايزه تعمل القراصيه، عشان انتوا حضراتكم سالتوني، القراصيه بتبقى من البرقوق، بس مش البرقوق بتاعنا احنا اللي هنا في مصر، اللي هو اللي هي تلاقوها عامله زي التفاحه الصغيره ومليانه ميه. البرقوق اللي بيتعمل بيه القراصي بيبقى برقوق لونه اسود، هو ممكن يتباع في بعض الهايبرز الكبيره بيبقى على شكل انه مستورد، تمام، وبتبقى طويله شويه كده عامله زي البلحه الطويله، وبتبقى بذرتها صغيره واللحم كتير ما فيهاش ميه كتير، عشان انتوا لو عملتوا من البرقوق بتاعنا مش هتصفي معاكم حاجه، هتلاقوها يعني جلد ومش هتبقى حلوه. حد ياكل. بصوا بقى انا باخد المشمش ده اول حاجه في العصير المكثف اللي هو المركز بتاع ايه القمر الدين، هاخدها تغلي بس على النار واسخن كده شويه
عايزاها تغلي كويس قوي، اللي هو ايه المشمش ده يبدا يطرى معايا زي ما بيقولوا يعني. اول ما يبدا كده يطرى معايا هروح ايه، بصوا ده دي انا عملت المرحله دي بس انا هضيفها عليها بس اول ما يغلي عشان استفيد منهم برضو. بصوا اول ما غلي بقى كده هضربه في الخلاط على طول، ده مش محتاجه اصفيه. دي مرحله في ناس بتحب لما تكون هو فيه لسه الطراوه شويه بتروح مصفياه، يعني نضربه في الخلاط ونصفيه من مصفى عشان ما يبقاش فيه شوائب، مفيش مشكله، او القشر بتاع المشمش يعني اللي يعجب حضراتكم. انا هحط شويه دول كده في الخلاط وهستعد لشويه تانيين يجوا عليهم، مفيش مشكله خالص. بسم الله كده انا ما عملتش اي حاجه، لسه اول مرحله. خلاص بغلي كده المشمش غلوتين كده مع الميه، وبعدين ايه يغلي كويس ويبدا المشمش ده يطرى كده سنه، وبعدين هاخده على الايه الخلاط او بالهاند بلندر لو موجود عند حضراتكم تخلوه بيوري خالص، وبعدين نبدا نصفيه ونرجعه تاني نبدا بقى نضيف له اللي احنا عايزينه. طيب احنا معانا اول تليفون، معانا ام اسلام. يا صباح الهنا، اهلا اهلا. الو، اهلا حبيبه قلبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحشاني، مش قادرة أقول لك قد إيه. يا حبيبة قلبي والله ما تشوفيش وحش أبدا. ربنا يخليكي، عايزة أقول لك القلوب عند بعضيها. أيوه. النهاردة كنت هطلبه منك والله يا عظيم. يا سبحان الله، والله الحمد لله الحمد لله. يعني أنا كنت الصبح في شقة إسلام وأنا راجعة جبته. أيوه. وقلت أطلبه منك النهاردة عشان عايزة أعمله. يا حبيبة قلبي هو ده وقته فعلا بصراحة. هو ده يعني وقت. هو دلوقتي كتير بس بيبقى وقته قليل. صحيح، ما بيقعدش كتير. ما بيقعدش كتير. تسلم ايديك تسلمي لي يا حبيبه قلبي، ربنا يخليك. وحشاني، مش قادره اقول لك قد ايه. حبيبتي انت اكتر والله العظيم. حبيبه قلبي والله، وحشاني وحشاني، مش قادره اقول لك قد ايه. يا روح قلبي تسلمي. طب قولي لو ليكي اي طلب تاني. هو بصي المشمشيه لو هتعمليها المشمشيه المجففه. ايوه. وطبعا العصير اللي انت بتعمليه بقى اللي هو قمر الدين. انا لسه بعمله اهو، لسه هنبدا فيه. لما بنجيبه اللي هو اللفف ما بيبقاش حلو قوي. تمام. والمربى. حاضر، يعني المربى هعملها حالا اهو دلوقتي. بس لو من عندي ولعندي. لو مش هتعملي المشمشيه تقولي لنا بقى على طريقتها. لا هقول لك، بس انا مش هعملها من المشمش الصغير ده. هو عايز مشمش كبير. يعني عشان كده انا ما عملتهاش في الحلقه دي. هعملها لكم المشمش الكبير وجامد شويه. ايوه، عشان تبقى ملحمه، عشان يبقى أيوة. فيه بقى فيها لحم. تمام. حبيبه قلبي قبل كده قالت لي عليها. حبيبتي عظيمه. أيوة. حبيبي طول عمري، ربنا يخليك. والله طريقتها جميله قوي، بس برضو عايزه طبعا كلنا نشوفها من ايدك تاني. من عندي ولعندي حبيبه قلبي. تسلمي عينيكي يا روح قلبي. تسلمي تأمري يا حبيبه قلبي. تسلمي لي يا ام اسلام، ربنا يخليك. يبارك لك يا حبيبتي. امين، احنا وانتوا يا رب. وميرسي على مكالمتك واتصالك، وطبعا اي حاجه حضراتكم تطلبوها من عينيا، كل الطلبات اللي طلبت مني الاسبوع اللي فات انا مش ناسياها. شفتك يا زينه، شفتك انت جميله، انا شفتك على التطبيقات بتاعتك وعامله لك مفاجاه النهارده في الحلقه. عايزه اقول لك طيب انا بصوا هيبدا يغلي كده غلوه، انا هنا هجهز المربى. المربى خلينا ننزل مقادير مربى المشمش. ايه هي عباره عن ايه؟ طيب لو عندي للكيلو فاكهه، يعني الكيلو مشمش عندي عليه نص كيلو سكر، انا مش هزود السكر عشان انا هنا ضايفه معلقه كبيره من عسل الجلوكوز، ودي اختياريه وليست اجباريه، ولكن لو حضراتكم مش عايزين تضيفوها هتحطوا. انا يعني بحب المربى تبقى من ال 500 لل 700 في حاله الفاكهه اللي سكرها قليل قوي، لكن في فواكه اخرى سكرها بيبقى عالي زي التين زي المانجا زي الاناناس، ما بحبش اوصل لنص كيلو، بحط 400 جرام وبتبقى رائعه. طيب انا عندي كيلو مشمش 500 جرام سكر، معلقه كبيره من عسل الجلوكوز، عصير ليمون، وفي المربى مش محتاجه احط ملح ليمون، هتقعد معاكم لفتره ما شاء الله فوق الست سبع شهور مش هيجرى لها حاجه ما دمنا هنلتزم بالمعايير المظبوطه. انا هبدا هنا مع المربى، هحط كالاتي في حاجه من الاثنين، هو مش ده بتاع المربى، هي دي بتاعه المربى، انا عرفت على طول. حاجه من الاثنين، اما ان انا هحط السكر على المشمش وهسيبه من بالليل لتاني يوم يفرز الميه بتاعته وتبدا يتفاعل الفاكهه دي مع السكر فيسرد ميته فاخده احطه على طول واسويه، او حضراتكم لو مستعجلين زي حالاتي كده هتعملوه بالطريقه دي. انا طبعا بعد ما غسلنا المشمش وفضينا النوى ووزناها، طيب هحط كده كميه من المشمش
انا عايزه احط كده شويه حلوين، مش عايزه اكتر، دول كفايه. وخليني احط في العصير المركز شويه اكتر، في واحده هربانه هنا. طيب وهحط السكر، بسم الله بسم الله كده، لان دول على الكيلو وانا ما خدتش الكيلو كله. طيب هنقلب بقى تقليبه حلوه كده، وبعدين هضيف نقطة من عصير الليمون، بحب أحطها في الأول الحقيقة، معلقة كبيرة بس خلاص. وعندي هنا نقطة حوالي ربع كوباية من المية بس، وهقلب بقى كده تقليبة حلوة. وهسيب الفاكهة دي، ههدي النار شوية. خلوا بالكم المربى محتاجة شوية النار تبقى مش عالية قوي، تبقى عالية في الأول، لكن بعد كده بنهدي نار علشان تظبط معانا. هيحصل بقى تفاعل دلوقتي للسكر اللي احنا حطيناه مع الفاكهة دي اللي هي المشمش، هتبدأ بقى تغلي وتفور وتعمل زي الفوم الأبيض كده، احنا هنبدأ نتخلص منه شوية شوية. بجيب بقى بولة بحط فيها كده شوية مية جنبي، وأبدأ أشيل من على الوش، ودي من العلامات اللي بتبين تسوية المربى. أفضل أشيل من الريم الأبيض ده لحد ما يبان يختفي تماما. إذا أنا بدأت أدخل على تسوية المربى كده، المربى دخلت في التسوية. بصوا بقى هنا المشمش بدأ خلاص يطرى، هاخده بقى هنا كده في المرحلة دي، هروح عند الخلاط بالمية اللي معاه وهاخد لوش، شيل دي، وهاخد كده، هحتاج اللوش بعد اذنك يا مصطفى كده. هاجي هنا عند الخلاط هياخد الكميه بقى اللي احنا عملناها. تسلم ايدك يا مصطفى، شكرا. كده هنحط بقى المشمش ده، طبعا نقدر وهو هنا كده في الحله بالهاند بلندر، بس انا هضربه في الخلاط عشان مش كل الناس عندها الهاند بلندر يعني كده. وهنبدا نسويه كده. احنا بنعمل العصير المركز بتاع قمر الدين، بسم الله الرحمن الرحيم، اهو بشويه الميه اللي احنا ضفناها هبدا اخلطهم مع بعض، بسم الله. في الحالة دي هحتاج مصفى، هحتاج مصفى لازم اصفيه، هرجع اصفيه في بولة هنا، هحتاج المصفى. عايزين المصفى يا مصطفى، لازم اصفيه. في ناس ممكن تعمله من غير ما تصفيه، مفيش مشكلة، بس انا يعني بحب يبقى صافي مفيهوش اي شوائب خالص، وده بيبقى الطف يعني. طيب بعد ما هصفيه هنبدا نرجعه بقى على النار ونشوف هنضيف له ايه. انا المرحله دي قبل ما اخلطه كده، بعد ما المشمش يستوي عن كده كتير شويه، اللي عايز يخزنه تسلم ايدك، اللي عايز يخزنه هيبدا يسيبه يستوي عن كده شويه في شويه الميه دول، وهيضيف له شويه سكر، حوالي نص كوبايه سكر، نص كوبايه سكر، ويغلي غلوه ويبقى طري معانا واستوى. في طريقتين للتخزين، اما هضربه زي ما حضراتكم شفتوني كده وعلى طول احطه في اكياس واسيبه لما يهدى وبعدين ادخله الفريزر، او هسيبه زي ما هو فيه لسه شويه حبات الفاكهه بتاعته، دي طريقه تانية. يبقى احنا كده اتكلمنا حتى لو حابين تخزنوه بالطريقه دي. بصوا انا بصفي هنا علشان انا هاخده لسه تاني على النار، بسم الله، اهو ريحه روعه. طبعا المشمش الطبيعي مفيش اجمل واحلى منه بصراحه. على فكره تقدروا تعملوا ده من المانجا، تقدروا تعملوا ده من الخوخ، كل انواع الفاكهه اللي حضراتكم تتخيلوها تقدروا تعملوا بيها بالطريقه دي اللفائف. دلوقتي انتوا لاحظتوا ان في السوق، بصوا بقى انا شلت الشوائب ليه؟ عشان القشور دي، انا يعني ما احبش استطعمها الحقيقه في العصير ابدا. طيب ادينا كده صفيناه تمام، وهنزل كده اهو زي ما حضراتكم شايفين. وبعدين هاخد كده
ارجع في الحله تاني بسم الله الرحمن الرحيم الخليط ده على ايه الحله مره تانيه اهو، واخدها بقى على النار. شايفين هو لونه فاتح هيغمق بقى ويوصل للمرحله اللي حضراتكم عارفينها، بس هو بياخد شويه تسويه شويه. والحقيقه مهمه قوي ان احنا نتابع التسويه طول الوقت، يعني ما ينفعش نسيبه. بسم الله هنرجعه تاني هنا على النار. بصوا هنا المربى كمان بدات تغلي ازاي معانا اهي، شايفين اهو. انا ما بحبش الحقيقه اقطع الفاكهه يعني اصغر من كده، لانه بحب اعمل طرطات بتبقى الفاكهه باينه، لكن لو حابين ماشي. اللي مش بيحب القطع ممكن تتغلي وممكن تبقى بيوري يضربوها في الكبة او في الخلاط. معانا ام احمد، يا اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكي. تسلم ايدك يا شمعظيم. يا رب يسلمك من كل شر. الحمد لله يا ام احمد، ربنا يبارك في عمرك. انا كنت عايز اسال، كنت سلقت كرنب حطيت في الميه لبن وسكر وملح، راجع اعمله هيشيط ما بيستويش، الورق الاقيه ني والرز مستوي خالص ومهري. اعمل انا عامله كذا كيس، يعني عامله كذا كيس بنفس الطريقه المسلوقه دي. طب بقول لك ايه، ما تعمليه يعني ما تستفيدي منه مخلل. انت ليه عملتي له لبن؟ ليه حطيتي له لبن؟ والله واحده عرضت عليا، انا عمري ما بشيله كده، انا بشيله في ميه وملح وخلاص وكمون. هو ده احسن حاجه طبعا للكرنب. وبعدين حتى لما جينا بنعمل الوصفه دي، حتى لو سقيناه لبن زي ما ناس كتير برضو فكرت، كان بيشيط منهم حرام. هو بيطلع طعمه كويس. لبن انا حطيته وانا بسلقه لبن، ميه لبن وسكر. وسكر طبعا. لا يعني هو طبعا خلاه الورقه ما تستويش نسبه كبيره. أيوة. هي عايزه تحفظه. ما فيش قدامك انك تستخدميه مش محشي، يعني ما تحطيهوش في المحشي، حطيه في المخلل مثلا، استفيدي منه في اي وصفه ثانيه. ده انا عامله 5 كرنبات. يا ما شاء الله. طب اقول لك على حاجه، انت حاطاه في الفريزر بقالك قد ايه يا ام احمد؟ لا من قبل رمضان. طب الكرنب اللي هو بتاع الشتا الحلو ده. طب هقول لك على حاجه، جربي كده في كيس بعد رمضان، جربي طلعيه الفريزر، بيتخلي الورق يطرى شويه، يعني تخزينه في الفريزر هيطري الورق معاكي شويه. يا اما تديله نص سلقه تانيه في ميه وكمون بس، ما يجراش حاجه. سخني ميه بتغلي على النار، حطي فيها رشه كمون حب، ونزلي الورق كده وانت ماسكاه بالمقصوصه او حاجه لو انت مقطعاه، نزليه ياخد بعد ما الميه تغلي، نزليه ياخد غلوتين هيظبط معاكي ما تخافيش. بس بلاش تعملي كده بقى تاني خلاص، يعني هي الفكره كلها انه كل واحد تجربته اكيد مختلفه، واكيد في حاجه حصلت ما كانتش مظبوطه في الوصفه. لان انا كده حطيت العسل الجلوكوز وحطيت السكر، وسايبه اخر حاجه مش هضيف دلوقتي ملح الليمون لان ده ماده الحافظه. خلاص هبدا بقى اقلب فيه كده واسيبه على النار لحد ما يتكاثف العصير ده ويغمق سنه ويبدا ياثر. هنا بصوا المربى بدات تبقى عامله ازاي، بدا بقى ايه تفاعل السكر مع الفاكهه زي ما حضرتك شوفوا، سردت ميه، انا حطيت ربع كوبايه ما كملتش. شوف بقى الفاكهه نفسها المشمش نزل الميه بتاعته. هبدا في البوله اللي قلت لحضراتكم فيها شويه ميه، هاخد كده باللوش الم الايه الابيض ده، الابيض ده بقى لازم شويه شويه اشيله. ليه؟ لانه ده من لو انا سبته يفسد المربى، يعني يخلي عمرها قصير. تمام. طيب هاخد كده اشيل دول هنا، هاخد المشمشيه دي بس. طيب ايه تاني يفسد المربى؟ اذا انا بعد ما عملتها كده مع حضراتكم وانا بحطها في البرطمان كان مش معقم، لازم نعقم البرطمان. طب اعقمه ازاي؟ الناس اللي عندها طبعا غسالات اطباق بتحطه في الغساله مفيش مشكله. طب الناس اللي ما عندهاش حله زي دي على النار، بس تكون كبيره، وهجيب البرطمان زي كده، هنزل البرطمان كله اغمره جوه الميه تبقى الميه مغطياه، وهسيبه لمده حوالي 40 دقيقه في ميه بتغلي، واحط بينهم فوطه مطبخ نظيفه تتحط كده بين البرطمانات عشان ما يخبطوش في بعض، يكسروا بعض ويشرخوا بعض. ولازم البرطمان يكون معرض للحراره، يعني ينفع يدخل في حراره عاليه، يكون بايركس، ما يكونش لا قدر الله يفرقع ولا حاجه. بالغطا بتاعهم لو هو مستقل الغطا عنه، هتحطوا الغطيان معاهم برضو يتعقموا هم كمان. وبعد ما تعدي ال 40 دقيقه بنمسك ملقاط كده او حاجه نشيله على فوطه نظيفه تماما، ونطلعه على الرخامه نسيبه لما يجف تماما، اللي ما يبقاش فيه ولا نقطه ميه.
تمام كده احنا عقمنا البرطمانات. قبل ما اعمل اي حاجه انا هنا هقلب كده لحد ما حضراتكم هستسمحكم في استراحه. خلص الشوط الاول وبنستعد للشوط الثاني في انتظار حضراتكم بعد الاستراحه ونستكمل وصفاتنا في انتظاركم. ورجعنا من الفاصل، اهلا وسهلا بحضراتكم. احنا في الشوط الاول عملنا اول حاجه العصير المركز لقمر الدين عشان اللي عايز يحتفظ بيه لرمضان او في الفريزر زي ما حضراتكم تحبوا. عملنا مربى المشمش. بصوا هنا بقى انا باقي لي حاجه واحده هضيفها مع حضراتكم دلوقتي، هي معلقه او اللي هي بتاعه العسل الجلوكوز اهي، في المرحله دي هضيفها اهي، تدي بقى تقل كده، وهي ماده حافظه كمان للمربى عشان بس حضراتكم تبقوا عارفين، يعني اقدر استغنى عن رشه ملح الليمون. انا عشان كده قلت لكم انا ما حطيتش ملح ليمون في مربى الايه المشمش اهي. خليني اهدي النار بس عليها بقى كمان، خلاص هي دلوقتي داخله في التسويه اهي. الريحه روعه، مش قادره اقول لحضراتكم الريحه هنا عامله ازاي. مشمش يعني اهو، شوفوا بقى بدات الفوم الابيض، شوفوا انا شلت اتخلصت من بقيته هنا اهو، الفوم ده شلته خلاص واتخلصت منه، بدا يقل ازاي ظهوره بقى هنا على المربى، دي ضمن احد علامات نضج المربى. طيب هنتكلم بقى كمان هنا عن العصير المكثف. بصوا بدا ياثر ازاي في الحله، شايفين كان ارتفاعه فين وبقى فين، هو ده برضو الايه العصير بتاعنا اهو. ولازم ايدي فيه، ما ينفعش اعلي النار قوي عشان ما يشطش من حضراتكم من تحت، خلوا بالكم قوي لازم ايدكم فيه وانتوا واقفين بتقلبوا. هو يستاهل الحقيقه ان الواحد يعني يقف يعمله، لان احنا في الاخر هناكل حاجه او هنشرب حاجه هتكون طبيعيه 100%، ودي يعني ليها ثمن زي ما بيقولوا. فاتمنى ان دايما نبقى بنتعامل مع الحاجات الطبيعيه. احنا بقى عايزه اشكر معلش بعد اذنكم صديقتي الصغيره اللي بتتابعني دايما في البرنامج بتاعي زينه، واللي بعتت لي الحاجات الحلوه التطبيقات الرائعه اللي هي عملتها على الصفحه الشخصيه بتاعتي شيف عظيمه حمدي بالعربي. ميرسي يا زينه ليكي قوي قوي يا روح قلبي، انت جميله. دي زينه صديقه البرنامج وبعتت لنا عملت الكراب وعامله حاجات تجنن. تسلم ايديكي وتسلم ايدين ماما حبيبه قلبي يا زينه، افتقدتك. شايفين الكريب بتاع زينه بقى القمر اللي هي حاطه عليه النوتيلا وحاطه عليه كمان السبرينكلز الصغيره دي القمر دي، كان المفروض اكون معاكي ادوقها بقى يا زوزو، لازم اعمل كده كنت. تسلم ايديكي يا روح قلبي وربنا يبارك فيكي يا رب. طيب بصوا بقى هنا هبدا اشيل اخر حاجات بسيطه هنا على وش الايه المربى. المربى دي بقى تقدروا تطحنوا منها شويه تعملوهم بيوري وتخلوهم للسابلي، تعملوا بسكويت مثلا او بيتي فور تلزقوه، هتبقى فيه جزء كده وجزء نخليه قطع للي بيحب القطع مع حته قشطه مع شويه يعني اي حاجه كده. المربات في ناس كتير بتبقى ليها امزجه تاكلها كده مع قشطه او مع مثلا حطوها مع الحلاوه، بس ده بيبقى زياده قوي، بس هم في ناس بتحب كده فعلا يعني، فهتبقى جميله. طيب نقلب بقى كده تقليبه اخيره للعصير انا هبدا اعمله، وبعدين هننزل دلوقتي مقادير الكومبوت، وهقول لحضراتكم طريقه للكومبوت مش هتبطلوا تعملوه وتحتفظوا بيه وهتشتروه، استحاله هتشتروه، هتعملوه طول السنه من جميع انواع الفاكهه اللي تريح حضراتكم. يلا بينا ننزل طريقه الكومبوت. الكومبوت سهل وبسيط قوي، ليه تكنيك معين كده، اسمحوا لي بس هشطف دي. التكنيك بتاعه بسيط جدا، لكن هو ليه مرحله حفظ وتعقيم، ودي اهم مرحله فيه، لو ما اتعملتش مش هيقعد مع حضراتكم كتير. فاحنا هنعمله دلوقتي بطريقه بسيطه وجميله، وان شاء الله يقعد مع حضراتكم كتير، وفي نفس الوقت عقمناه وفرغنا الهواء اللي موجود في البرطمان وعملنا كل حاجه ان شاء الله تنول اعجاب حضراتكم. يلا بينا مقاديرنا. هي عندي للكومبوت المشمش كوبايتين من السكر، كوبايتين من الميه، ربع كوبايه من عصير الليمون، رشه ملح ليمون، برطمان معقم، وطبعا المشمش الكميه اللي حضراتكم عاوزينها. انا ممكن نعمل كيلو فاكهه او اقل، تعالوا كده نجرب هنا. اولا انا هنا خليني ايه اسخن النار هنا، هي عموما كلهم تقريبا سخنين يعني، بسم الله بس اعلي النار هنا اكتر. هحط هنا الميه اهي، يبقى كل كوبايه ميه عليها كوبايه سكر، لان الكومبوت معروف ان هو سكره زياده شويه.
انا معاكم، قولوا لي معانا مين وانا معاكم كده. هنقلب تقليبه حلوه كده، هنحط عصير الليمون. معانا منى، يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ازيك يا منى؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ انا كويسه يا روح قلبي، انت عامله ايه؟ انا تمام والله، منوره الشاشه والله. حبيبتي منور بوجودك واتصالك انت كل اصدقائنا. قولي لي يا منى، اتفضلي يا روح قلبي. طبعا عايزه اعرف التورته بتتعمل ازاي، او كيكه الاسفنجاي. انت عايزه تعمليها من الف للياء، ولا عايزه تستخدمي الاسبونج فيها جاهز؟ لا، من الالف للياء، عايزه اعرفها على طول كده. من العين دي والعين دي يا حبيبه قلبي. حاضر، هقول لك وهنعمل مع بعض كمان واحده. لازم كيكه اسفنجيه حلوه، هاتيها لنا يا ندى لو موجوده نزليها. الكيكه الاسفنجيه بطريقه بسيطه هقولها لك حالا، او انزلها لك حالا على الشاشه من عندي والعين دي. انا هنا حطيت للكومبوت زي ما قلت لحضراتكم الايه، نسبه الميه والسكر، ناقص عصير الليمون. بسم الله. رشه ملح الليمون دي في الاخر هضيفها، بس الميه دي تدوب وتدوب السكر ده خالص، تبقى زي الميه بسكر كده. ماشي، انا محتاجه بس شويه ميه كمان زياده. انا اعتقد الميه دي كانت كوبايه مش كوبايتين، انا بدلت الجارات صح كده. ماشي، هنقلب. عندي بقى حله تانية للكومبوت، حاطه فيها ميه، وخلينا ازود الميه السخنه شويه صغيره. بسم الله الرحمن الرحيم كده. هخليها تغلي عشان انا هبدا بعد ما اخلص مرحله الكومبوت هوري حضراتكم هنعمل ايه. هنا خلاص العصير بدا، بصوا يبدا كل ما يبدا يغلي هنا العصير المركز يبدا يغمق ازاي، ولونه يختلف عما كنا عاملينه ومصفينه مع حضراتكم، كان فاتح اللون خالص. بصوا بدا ياخد، يعني ياخد الدرجه بتاعه اللون ازاي بتاعه القمر الدين. ولسه لما نيجي نوصل للفائف بقى، اللفائف طبعا معدل العسل الجلوكوز مختلف. خلينا نقولها، ننزل المقادير بتاعتها، هي نفس المرحله اللي انا شغاله فيها بالملي، ولكن مع اختلاف كميه عسل الجلوكوز. يعني لفائف قمر الدين عندي نص كيلو مشمش، عليه 300 جرام سكر، عليه عصير ليمون، عليه 150 جرام من العسل الجلوكوز، عليه 200 ملي من الميه، ورشه او ربع معلقه من ملح الليمون. العصير بسيبه يبقى خفيف، بيبدا بقى يقطع كده، هيبدا كمان انا مش عايزاه بقى يبدا يتقل، لان انا عايزاه عصير. لما اجي اوصل لمرحله اللفائف، هي نفس المرحله اللي انا شغاله فيها بالمقادير اللي نزلت قدام حضراتكم، هبدا يبقى العلامه دي بتقطع قوي ببطء بقى، ما بتنزلش سريعه كده، تبدا تبطأ تبطأ وتقل شديد جدا، واللون خلاص تمام. دي في الحاله دي بجيب كده السيليكون، وده افضل حاجه بدل البلاستيك، ما تعملوش على بلاستيك. انا ما بعملوش على بلاستيك، بعمله كده على سيليكون، اي حاجه سيليكون كده بصب عليها تاخد شكل المربع، وبسيبها بارتفاع مثلا نص سنتي، ما بتكتروش تتخن عشان تنشف مع حضراتكم على طول، تبقى يعني يا دوب كده متوسطه. وبعدين بغطي تاني بعد ما بتشد كده بره، بروح مغطيها عشان طبعا ما اقدرش اسيبها مكشوفه كده، بروح مغطيها بورقه سيليكون تانيه او اي حاجه، المهم تكون من البلاستيك المقاوم يعني، واسيبها لما تاخد بره، لما تبقى تمسك نفسها وتبقى لفه قمر الدين زي اللي حضراتكم شايفينها هناك كده. بصوا اللون بيغمق ازاي اكتر من اللي انا فيه دلوقتي. دي مرحله العصير انا هصبه، ودي مرحله المربى اهي. بصوا طبعا انا اقدر كمان اعملها لسه هتتقل عن كده، تسلسل كمان وتزيد. خليني ازود سنه النار عليها عشان تبدا تبقى تمام معايا القوام بتاعها. وهنا الميه بتاعتي بدات تدوب، اللي انا حطيت فيها عصير الليمون والسكر عشان اعمل الكومبوت. هجيب بقى كده للكومبوت عندي جار كده معقم، وهاخد الفاكهه بتاعتي وهعمل كده هقلبها. طبعا لازم المشمش هنا يكون جامد، ما يكونش فيه مشمش طري، المشمش يكون جامد عشان يقعد معانا زي ما حضراتكم شايفين كده. العصير ده او القمر الدين اللي بنعمله لفائف ده بياخد له بتاع ساعه على النار، عشان بس تبقوا حضراتكم عارفين.
طيب نعمل كده، دي لفائف قمر الدين، وبعدين احتفظوا بيها بقى في الفريزر. انا بقطعها كده ساعات، نعملها على قد يعني لما بقطع كده ببقى عايزه اعملها ايه، ممكن اطعم بيها في حاجه تانية، مش شرط بس استخدمها في رمضان يعني. لكن طبعا حضراتكم تقدروا تستخدموها زي ما انتوا عايزين، تحطوها بقى تعملوا منها صوص، تاخدوها تضربوها وبعدين تعملوا منها مهلبية، تاخدوها تعملوا منها تارت. احنا كمان عايزين نعمل تارت المشمش الاسبوع اللي جاي، يبقى لينا وصفتين مهمين للمشمش، خلينا نعملهم علشان نبقى يعني ايه اللي كان له نفس في المشمش في حاجة يبقى ما حرمناهوش ايه انه يشوف الوصفة عندنا ان شاء الله. كده شايفين انا بعمل الفاكهة ازاي، لازم تبقى مقلوبة كده على وشها، ارصها كويس جدا. وبعدين القوالب دي او البرطمانات دي اعملوا بقى منها الخوخ، اعملوا منها المانجا، اعملوا منها الاناناس، جيبوا الاناناس الفريش واعملوه. هنعمل كل حاجه مع بعض ان شاء الله حاجه حاجه، بس عشان موسم المشمش وانا ما قدرتش ااخر لحضراتكم طلب طلبتوه مني ان احنا نحققه على طول. بشكر كل اصدقائي اللي بيتابعوني من خلال الصفحه الشخصيه ومن خلال قناه الاهلي، شكرا جزيلا لحضراتكم بجد والله، رجال وسيدات واطفال. كده اهو شايفين ده الكومبوت، طريقه بسيطه تعملوها مش هتبطلوا تعملوه في البيت بجد، وهتستمتعوا بيه جدا. كيكات بقى تستخدموها زي ما قلت لكم، تارتات، حاجات حلوه مفيد. انا مش عايزه اكتر فوق قوي كده لانه عايزه ده يغمر الايه العصير اللي انا هحطه يغمر المشمش. خليني احط دي كده فتبقى تمام. خلاص اهو كبست الـ زي ما بيقولوا المشمش بتاعي بتاع الكومبوت. هاخد بقى من هنا كده باللوش وهجيب هنا حله كده بالراحه، بسم الله اشيل ده هنا، وهنبدا نصب. بسم الله الرحمن الرحيم اهو شايفين كده، ننزل مقادير الكيك الاسفنج، بصوا لحد ما يغمر البرطمان، شايفين ازاي؟ اهو ده المحلول اللي حطينا فيه السكر والميه وعصير الليمون، اللي عايز يضيف ملح ليمون يضيف. انا هطفي النار هنا. معانا الكيك الاسفنجي، تسلم ايديكم يا بنات. هعمل ايه في المرحله دي؟ هقفل كده، ما حتى لو نزلت شويه مش مهم، المهم تبقى الميه غامره. وهاخد البرطمان ده وهروح على النار، عندي الحله فيها ميه بسخنها، هحطها لنصها وهنزل بسم الله الرحمن الرحيم البرطمان كده، وهزود شويه كمان لان لازم يبقى التلتين البرطمان، تلتين البرطمان. كده خليني أأكد بس انه ايه تمام. طب معلش اوكي خليني بس ارفعه هنا عشان الميه بتفور لحد ما ياخد وقته، مفيش حاجه عادي جدا، وانشف هنا. وهنبدا نسيبه 40 دقيقه، 40 دقيقه على النار بتغلي لحد ما يبقى مظبوط جدا. حطيته على النار هنا اهدى بس كده، و نشيله من على النار، هنقلبه على وشه لمدة 25 دقيقة على فوطة ونسيبه. طيب احنا معانا مي، ناخد مي. اهلا يا مي. اهلا بحضرتك، ازيك عاملة ايه؟ تمام الحمد لله، ازيك منورة الدنيا كلها حبيبتي، تسلمي لي. ربنا يخليك يا رب، وازاي دايما منورة الدنيا كلها. والله منور باتصالاتكم يا مي. ربنا يخليك يا حبيبتي يا رب. قولي لي بقى، مالكيش أي طلب؟ ايه؟ كفايه ان انا بشوفك بس يا حبيبتي، كلك ذوق والله، تسلمي لي. ربنا يخليكي، تسلمي لي يا حبيبتي، احنا دايما بنتعلم منك بقى. ميرسي يا حبيبي، كلك ذوق والله العظيم يا حبيبتي يا رب. تسلمي يا قلبي. طيب بصوا اوريكم بس اخر حاجه في العصير بتاعنا. بصوا انا طبعا شلت كل الريم اللي عليه، اشوف بس المرحله كده على الاسباتيولا عشان اوري حضراتكم الكثافه. شوفوا بقى اهو، ايوه انا عايزاه يبقى كده، يبقى خفيف كده، عشان احنا في الاخر هنحط له شويه ميه. اللي عايز يزود سكر عن اللي احنا حطيناه تمام، وهبدا احطه بقى في حاجه واخزنه. عايزين تحطوه في اكياس ماشي،
عايزين تحطوا بس الاكياس المخصصه للتخزين، في اكياس في السوبر ماركت كده بتبقى مخصصه للتخزين مش اكياس التلاجة، وتحطوه في الفريزر. وادي المربى هتبدا بقى ايه زي ما بيقولوا. بصوا كمان ليه بحب احطه فاكهه بس، لان هو اوريدي خلاص بياخد وقته، يعني الفاكهه دي بتتفهري كده شويه، فيبقى على الاقل في قطع يعني للي بيحب القطع. انا دلوقتي هستسمح حضراتكم، هنطلع استراحة، خلصنا الشوط التاني، هنرجع نستعد الاكسترا تايم مع حضراتكم ونقفل الوصفات بتاعتنا في انتظاركم. ورجعنا مرة تانية من الاستراحة، ودلوقتي احنا هنعمل ايه بقى؟ انا خلصت خلاص اللفائف، هوري حضراتكم اخر مرحله، انا سبت شويه من العصير وبرده بعمل شويه تانيين عشان تشوفوهم معانا، بس عشان بياخد وقت شويه على النار. سبت شويه من بعد ما صبيت العصير المكثف اللي احنا عملناه هناك اهو، لازم اكمل سواهم كمان شويه عشان اللفائف. بصوا تبدا تتقل، تبدا يبقى في بطء ازاي في نزولها، لسه برده شويه كده ما وصلتش لمرحله اللفائف. ده العصير، العصير لازم يبقى فيه خفية شوية، يعني يبقى قوامه مش تقيل زي اللفائف خالص. فهنعمل ايه بقى؟ انا اللفائف بالنسبة لي ببدأ اسيبها تتسوى تاني بعد ما بصب العصير المكثف، هي نفس المرحلة، بس كل الفرق ان الكمية بيفرق معاها نسبة العسل الجلوكوز، نسبة السكر. احنا اتفقنا ان في اللفائف عندي ال 500 جرام مشمش بياخدوا 300 جرام سكر، وبياخدوا 150 جرام عسل جلوكوز. طيب بالنسبة للعصير المركز بياخد 500 جرام مشمش على كوباية مية، وبعدين عصير ليمون 200 جرام سكر، وبياخد معلقتين عسل جلوكوز. طيب بصوا أنا هنا سايباه برضو يبدأ ياخد القوام، لسه كده هو برضو نازل سريع، لا لسه ما وصلتش للمرحلة، قدامي شوية ووصلنا. أنا هنا بعمل شوية تانيين مع حضراتكم، هحط عليهم برضو، حطيت المشمش بنفس الطريقة على نسبة المية، لسه ما ضفتش لا سكر ولا عسل جلوكوز ولا عصير ليمون ولا حاجة، نفس المرحلة الأولى بتاعة العصير المركز عشان أعمل شوية زيادة من اللفائف. بصوا أهو عملنا المربى، قدمناها، شوفوها دلوقتي مربى جميله جدا، ما تاخدش وقت في التسويه، انا سايباها بره تبرد في الطبق، تبقى فرصه حضراتكم تشوفوها، ما رضيتش احطها في برطمان لانه هضطر ابقى سايباها مفتوح. من علامات برضو المهمه ان احنا نحافظ على المربى دي ما تبصي، لازم افتح البرطمان واسيبه لما تبرد تماما تماما خالص، وبعدين احط كيس ثلاجه او هنا على الـ يعني الفوهه بتاعه البرطمان نفسه، وبعدين اقفل وبعدين احطها في الثلاجه. والمعلقه اللي استخدمها ما تكونش فيها لا ميه ولا اكون اكلت بيها وحطيتها في البرطمان، عشان دي كلها حاجات بتفسد المربى. طيب كده تمام، تقعد معاكم على عصير الليمون اللي سقيناها بيها المربى دي 6-7 شهور في الثلاجه براحه حضراتكم خالص، ما حطيتش ملح ليمون فيها ولا حاجه. طيب عملنا الكومبوت هنا، ده برطمان بالظبط خد التسويه وكان مقلوب فمش عايزه اقلبه تاني، وحطينا في الكومبوت، هيقعد بقى 3 ايام تحطوه في دولاب المطبخ حاجه مغلقه علشان ياخد وقته بقى معاكم وتستخدموه زي ما انتم عايزين. هياخد له بتاع 3-4 ايام اسبوع، لان احنا بعد ما غليناه الغليه دي احنا عقمناه، والفاكهه جواه خلاص خدت السوا بتاعها، وفي نفس الوقت اتقفل، فوانس ان حضراتكم فتحتوه يبقى لازم تستخدموه كله، وبعدين يتحط في الثلاجه، ما ينفعش تسيبوه بره تاني خلاص. معانا ام حماده، اهلا وسهلا. يا صباح الفل. صباح الفل يا فراولتي. يا حبيبتي يا زوزتي. عامله ايه؟ روح قلبي. انت عامله ايه يا غاليه؟ الحمد لله يا حبيبه عمري. اخبارك ايه يما؟ الحمد لله انا بخير، طول ما انتوا بخير حبيبتي. وحشاني يا عظيمه. والله وانتي كمان يا فراوله، والله وانتي كمان. والله العظيم ثلاثه وحشاني. حبيبتي انتي ما تشوفيش وحش يا روح قلبي. تسلم ايدك يا زوزو. تسلمي يا عمري زوزو انتي. ايه الجمال ده؟ يا حياه قلبي انتي. عامله ايه؟ عملت الخوخ. يا روح قلبي، انتوا الخوخ طلع ولا لسه؟ طلع بقى صغنن. لا والله اصل انا شفته صغير كده، ما رضيتش اجيبه اعمله كومبوت، قلت اعمل منه مربى بقى. لا ده خلاص هيمشي. ما انا بقى جبت شويه منه وقلت اعملهم مربى للامانه يعني شويه. الله يهنيكي، قولي يا روحي. بالله عليكي عايزه تخزين ورق العنب. عينيا. وعايزه طريقه التونه. التونه مش سمك التونه، حاضر من عيني. او سمك المكاريل. او المكاريل من عينيا. عينيا. هقول لك دلوقتي تخزين ورق عنب. سمك التونه هناخد قد ايه على النار؟ حاضر. هناخد قد ايه؟ معلش قولي تاني كده يا فراوله.
لو من سمك التونه هتقعد قد ايه على النار؟ لا مش هنقعدها كتير، اوعي تسمعي الكلام اللي بيقول لك لحد ما العظمه اللي في النص تدوب والكلام ده مش حقيقي. لا لا طبعا غلط جدا، لا كل فايدتها راحت، لا طبعا مش صح. ده في ناس بتعمل أيوة. التونه دي مخلله بلحمها الطبيعي زي ما هي، زي ما بنخلل اي حاجه تانية. أيوة. وبتطلع رائعه. انا هقول لك الطريقتين، هقول لك الطريقتين من عيني وهعملها معاكم كمان في حلقه. لا ما تسيبهاش ساعه طبعا، ساعه ده كتير جدا. ماشي يا فراوله نورتيني وشرفتيني. بصوا انا بفضل في كذا طريقه لتخزين الورق عنب، في ناس بتحب تجيبه وتغسله وتقطف العنقود بتاعه وتحطه رصات معينه وتعمله فيه الاسترتش اللي هو البلاستيك التخزين وتلفه وتحطه كده في الفريزر. وفي ناس، انا عن نفسي واحده من الناس اللي بحب اعمله في البرطمانات لان بيقعد معايا طول السنه وببقى متحكمه في كميه البرطمان، حجم البرطمان، ان ده انا هطلعه يكفي معايا حله محشي زي اللي احنا كلنا بنعملها في البيت. فانا لما بجيب الورق العنب انا بعمل كالاتي، باخد البرطمان معقم تماما وباخد لفات الورق العنب، اجمع كل مجموعه بعد ما اشيل العنقود بتاعها وهي خضراء وجميله، اعمل مجموعه كده واروح لفاها رول واحطها. انا هعمله مع حضراتكم ان شاء الله باذن الله الاسبوع اللي جاي، احنا هنعمله مع حضراتكم. واروح حاطاه في البرطمان حوالي 5 لفات، البرطمان ده يسع حوالي 5 لفات حلوين شايلين كميه ورق كويسه. وبعدين بعمل له المحلول اللي فيه الملح والخل والميه، بحطهم وادوبهم مع بعض، وبعدين اصب في على الورق عنب ونفس اللي عملته في الكومبوت على النار. باخد حله فيها ميه بحط فيها البرطمانات، ولازم تتاكدوا برطمانات تكون مظبوطه ما تكونش يعني بتتعرض لحراره ما فيش اي مشكله. وبعد ما هاخده على النار هصب بس هنا كده شويه واري حضراتكم، بيبقى اللفائف يعني كده لحد ما تستوي الكميه الثانيه مثلا، يعني عشان بس نبقى عارفين. بصوا بيبقى اول ما يبدا بقى هو على طول هيمسك، على فكره مش هيكمل 24 ساعه هتلاقوه شد وتقدروا تشيلوه عادي بسهوله. وطبعا السيليكون ده ليه درجه حراره عاليه. نعم قولي لي تاني يا نودي. ايه يا حبايبي؟ اوكي يا حبايبي كده شايفين. بصوا بقى بظبط كده الحواف بتاعته، اظبطها كانها طبعا على قد الكميه. انا عامله هنا بس كميه خدتها كده عشان انا عارفه انها هتاخد مني تسويه كتير قوي، مش هيلحق يخلص الكميه كلها، فعشان ابقى مع حضراتكم. بصوا حتى تقلوا ازاي، شوفوا انا بمسكها ماسكه نفسها ازاي، هي لازم يبقى كده. وبرده بدا هنا يتقل. دي الطريقه البسيطه اللي احنا نقدر نعمل بيها اللفائف وتبقى ماسكه نفسها. طبعا ايه اروح بقى عامله كده شويه اهو، شايفين ماسكه نفسها ازاي اهو، بس كده عشان ايه نفرغ الهواء. اعملوا بقى الكميه اللي حضراتكم عايزينها، لفتين ثلاثه على حسب كميه المشمش، وسيبوها لما تجف تماما، وبعدين تاخدوها بين اكياس كويسه للتخزين وتتشال في الفريزر زي ما حضراتكم عاوزين. دي المرحله الاولى اللي احنا عملنا بيها، وهي نفس المرحله، باخد ده اخلطه في الخلاط واعصره وبعدين اصفيه واخده على النار، اضيف عليه عسل الجلوكوز واضيف عليه السكر، وياخد ويدي معايا لما يوصل لمرحله التسويه اللي حضراتكم شفتوها، يتاثر نص الخليط يبقى نصه، وبعدين يتقل معايا وممسك المعلقه كده تنزل النقط بتقل شديد جدا توصل للمرحله دي. العصير هو المرحله اللي قبل مرحله اللفائف لان هو بيبقى خفيف فما بستناش عليه لما يتقل معايا. يبقى كده اوريكم قوامه برده، ده قوام العصير اهو، بصوا في تقل لان انا في الاخر هعمله عصير مكثف يعني مركز، هاخده اخفه شويه تلج، عايزين تضيفوا سكر عليه براحه حضراتكم خالص، لكن في تقل برده يعني ايه، لكن التقل المقبول للعصير عشان ما تقعدوش تخفوا منه كتير ويتقل من حضراتكم وتحسوه لزج فتنجح معاكم باذن الله. طيب احنا كده النهارده عملنا المربى، والمربى اهي قدام حضراتكم، بصوا لونها وقوامها. طبعا لما هتجمد هتمسك شويه، لكن انا عامله فيها سوائل اللي عايز يعمل منها، بصوا المربى اللي عايز يعمل منها بيوريه، فتبقى لينه تساعد حضراتكم في انكم تلزقوا بيها سابلي او بتيفور او بسكوتات او تحشوا بيها كوكيز. يعني ساعات بنعمل كده بسكوتات وان شاء الله نعمله مع بعض بمربى المشمش او الترتات او الباستا فلورا، اي حاجه انتم عاوزينها. لما يعني ان شاء الله الاسبوع اللي جاي هنعمل الورق عنب مع بعض. انا بحطه برده 40 دقيقه زي ما قلت لحضراتكم على النار في الميه اللي بتغلي، وبعدين اطلعه
اقلبه على وشه واسيبه لما يبرد تماما، شيله في دولاب المطبخ في اي مكان مفيش اي مشكله خالص، لكن لو اتفتح لازم يستخدم على طول زيه زي اي حاجه بنجيبها فيها ماده حافظه بره. خلاص انا بالنسبه لي ده الورق العنب. التونه لو سمكه تونه اصليه، لا احنا طبعا سمكه التونه الاصليه لازم ليها تعامل خاص ولا تهدر، وهنعملها بطريقتين. انا عملتها قبل كده لو حضراتكم حبيتوا تشوفوا الطريقه، لكن هعملها معاكم هنا في الاهلي بطريقه مميزه. هنعملها بطريقتين، طريقه على الطريقه وهي كده فريش بلحمها، وطريقه تانية فيها المحلول بتاع السلق بتاعها ويتعمل بتكنيك صح، هتتاكلوا احلى تونه موجوده في البيت. حتى لو ما فيش سمك التونه، سمك الماكريل وهو اكثر فايده، والله فايدته رائعه، فده ينفع وده ينفع. هنعمل مع بعض اللي انتم عايزينه، وانا هكتب ده معايا ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. واسمحوا لنا بقى دلوقتي احنا هنروح للفقره اللي جايه، وهيبقى معايا فيها دكتور ريهام الحياوي استشاري التغذيه العلاجيه وازاي نخس بشكل صحي، وهتعرفنا بقى بالمعلومات الخاصه بالكورس اللي مقدمه لنا النهارده. ان شاء الله يا رب تنول اعجابكم. متواصلين مع حضراتكم، ليكم اي اسئله من خلال الفقره اللي معانا، ومعانا دكتور ريهام. في انتظار حضراتكم، اسمحوا لي اطلع استراحه واستقبل ضيفتي في الاستوديو.